كانت في وقت من الأوقات صاحبة القوى الناعمة في أفريقيا وفي المنطقة العربية. لقب بصقر المخابرات المصرية، إنه النائب تامر الشهاوي عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة مدينة نصر، الذي تولى إدارة أخطر الملفات في الفترة الحرجة التي مرت بها البلاد في الأعوام الأخيرة، والتي جعلته على إيمان كامل بكل التهديدات التي تهدد الدولة المصرية سواء في الداخل أو في الخارج، وساهمت بقدر ولو ضئيل في حماية الدولة المصرية من تلك التهديدات. صاحب مقترح قانون الجريمة الإلكترونية، والذي أثار جدلا بين مرتادي فيسبوك وتويتر نظرا لعدم وجود ضوابط واضحة للجريمة الإلكترونية في القانون المصري، مما دفع البعض للتعبير عن الخوف من تطبيق هذا القانون بشكل غير سليم، لا سيما أن النائب قد صرح في أكثر من لقاء تلفزيوني عما يسمى بالحرب السيبرانية، والتي قال عنها إنها قادرة على إصابة حركة الدولة بالشلل التام بما فيها السفن والطائرات، وأوضح أن إسرائيل الوحيدة التي تملك أحدث أسلحة الحرب السيبرانية وبها أكبر الوحدات الإلكترونية التي تسعى لغزو المنطقة العربية بالكامل. في حرب الحديثة، حرب القرن 21، بيطلق عليها الحرب السيبرانية. فضح قطر ووضح علاقتها بثورة 25 من يناير قائلاً: في واقعة مثلا شهيرة جدا الأمير القطري عملها ثمين لما جه مصر، جمع شباب يقعد معاه من اللي موجودين في الميدان، أي حد يروح يقعد معاه، وموزع عليهم كلهم شيكات على كلهم كل قاعدين. ده كم واحد؟ على فكرة كانوا مثلا حوالي 10 ولا حاجة، كل ناس كده وخلاص. بقول لحضرتك حتى مش أسماء، يعني مثلا مش جاب حد كذا كذا أو ما في، يعني شباب عادية قعدوا كل واحد خد شيك بمبلغ محترم جدا يعني. وعن الإرهاب في سيناء قال الشهاوي: شكل في وعي سيناء من قديم الأزل وعي المقاوم، شكل في وعي أهل سيناء فكرة المقاوم، قاومه في 48 وقاومه في 56 وقاومه في 67 وقاومه في الاستنزاف وحربه 73، ففكرة الوعي الإنساني عندهم مبني على فكرة المقاومة، مقاومة العدوان الصهيوني. أما عن علاقة حماس بإسرائيل قال صقر المخابرات المصرية: بيحصل حاجات خارج نطاق الاتفاق، وارد أحيانا نوع من أنواع التأديب، بيحصل مثلا حد يتعدى على التاني بالظبط، لكن العلاقات موجودة. ده هي حماس أصلا أساس وجودها بالأساس انشئت لشق الصف الفلسطيني. وعن قرار ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، أصدر الشهاوي بيانا صحفيا ألزم فيه الجميع بوحدة الصف لمواجهة القرار الأمريكي الذي وصفه بالمتغطرس. فتامر الشهاوي هو المولود في 16 من يناير من عام 1969، التحق بالكلية الحربية عام 1986 وتخرج فيها عام 1990، ثم التحق بالمخابرات العسكرية والذي أمضى بها ما يقرب من 20 عاما. حصل على كل الدورات التأهيلية العسكرية والمدنية في مصر والخارج، حاصل على ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة من الطبقة الأولى من رئيس الجمهورية عام 2010، تم تكريمه عدة مرات من القيادة العامة للقوات المسلحة وكذلك من عدد من الدول العربية والأجنبية. حاصل على دبلوم الاجتماع وعلم النفس، دبلوم تنمية الموارد البشرية، وتمهيد الماجستير في الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتورة الفخرية من الأمم المتحدة عام 2015 لجهوده في خدمة المجتمع ومناهضة العنف والإرهاب وخدمة السلام العالمية، عضو بنقابة الأشراف. تقاعد بتاريخ يناير 2015 وظهر إعلاميا اعتبارا من 25 من يناير من عام 2015 متبنيا مشروعه لمواجهة التهديدات التي تواجه الوطن سواء في الداخل أو في الخارج. وقال الشهاوي: إيمانا بدور الإعلام في تشكيل الوعي وفي سبيل ذلك عقدت ما يقرب من 50 ندوة في مختلف أنحاء الجمهورية، فضلا عن ما يقرب من 400 ساعة لقاءات تلفزيونية وصحفية. دعم الدولة الوطنية ومؤسساتها، عمل بجد وجهد من أجل غد ومستقبل واعد، رفض التصالح، رفض بيع الجنسية، رفض تخفيف قانون التظاهر، طرح قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية وتوعية المواطنين بما يعرف بالحرب السيبرانية،
الموجهة إلينا، وعد بفتح القضية 250 أمن دولة عليا. القضية 250 لسنة 2011 دي القضية اللي ضمت العناصر اللي كان ليها ارتباطات بمسألة التمويل الخارجي. كان دائما يقول أن الضباط المخطوفين أحياء لدى حركة حماس الفلسطينية، وسيتم التفاوض بشأنهم فور الإعلان عن أحكام نهائية قابلة للتنفيذ ضد قيادات الإخوان. كشفت التحركات الإيرانية في المنطقة وتحالفاتها، فتحية لصقر المخابرات المصرية. إسراء سعد، تحيا مصر.